قبلت عزيمتي. عزيمتك؟ أفهم أنك ناوية تدفعين؟ أكيد طبعاً، وش فيها؟ لا يكون عيب. لا طبعاً ما فيها شيء، بس دامك معي ما تدفعين ولا ريال. ما في فرق بيننا. هو صح ما في فرق، بس ما يصير. بس أنا اليوم حابة أدلع. مفهومك بالدلع مرة غريب. بس خلك كذا. وشو؟ لا، أجعل الابتسامة الجميلة. أول مرة تضحك. حابة الضحكة المجنونة دي أسويها. والله إذا في حد مجنون فينا أنتي. حطلع لك فلتر حلو. ياسمين، ياسمين لحظة. شو؟ مع الأساس ما عم تلتقوا ولا حتى فاضي إنك تشوفها؟ جايبة لهون وقعدها على طاولتنا كمان؟ وشغال الغزل والغرام والحب بيناتكم؟ ترى الوضع مو مثل ما أنتي متخيلته. خليني أشرح. بدي تشرح لي شيء؟ ما بدي أسمع منك ولا شيء، أنا فهمانك كل شيء. أنا جيت لهون لحتى أقلك إني أنا حاسة فيك. جيت لهون لحتى أقلك إنه اللي صاير مع أختك هو نفسه اللي صار مع أبني. ما بعرف ليش حسيت إنه اللي صار بيناتنا هو درس. درس لحتى نتعلم منه إنه الحياة ما بتمنحنا الوقت لحتى نضيعه بالغياب والعتب والزعل. أنا كنت عم دور عليك لحتى أقلك أنا آسفة لأني زعلتك. والله أنا اللي آسف. آسف؟ تعرف شو؟ هاي البنت ما لازم بشي. هاي البنت ما بتستاهل إني أكرهها. الشخص الوحيد اللي بيستاهل إني أكرهه بالحياة هو أنت. أنت منصور. بكل الأحوال أنا جيت لهون وحاملة حالي وماشية لأنه ما بدي أعمل أي مشاكل. لأنه هاي البنت اللي جوا ما بتستاهل اللي نحن اثنين عم نعمله فيها. ياسمين لحظة، تكفين خليني أكمل كلامي. رجع لعنده منصور.